خلاصة الحكاوة، الشغلانة بتاعتنا دي اخرتها امر من اتنين، يا السجن يا الموت. مين بابلو ده؟ ده حكاية كبيرة من عالم احنا ما نعرفش عنه اي حاجة. انا غلطان لان عرفتك حاجة عن بابلو اسكوبار. نهينا وانتهينا. اول حاجة كل سنة وانت طيب، ومرسي قوي على الاستضافة دي. فعلا السنة دي مشاركة بعملين مختلفين تماما عن بعض من ناحية الشخصية والتركيبة، سواء كمضمون أو كشكل. فدي حاجة بالنسبة لي محمسة جدا ومبسوطة قوي بالتجربة دي. شخصيتي في بابلو هي شخصية صافي، مذيعة مشهورة إعلامية عندها برنامج معروف. شخصية بعيدة شوية عني، أنانية شوية، بصة لشغلها وكارير أورينتد بطريقة رهيبة، يعني تكاد ساعات بتيجي على نفسها وعلى اللي حواليها في حاجات كتير عشان توصل لهدفها. وبعد كده بنشوف انتقال الشخصية دي. دور الإعلامية فعلا خلاه اتراكتف بالنسبة لي، ان دي حاجة احب ان انا العبها. بس هي تركيبة صافي اللي عجبتني اكتر من نوع الشغلانة أو الوظيفة اللي هي بتؤديها. يعني أول مرة أشتغل مع الفنان الجميل جدا جدا حسن رداد، وأروى جودة برضو إنسانة لطيفة جدا على المستوى الشخصي وفي الشغل برضو مريحة جدا. أستاذ مصطفى فهمي طبعا كوكبة كبيرة من الناس اللي أنا اشتغلت معاهم، عمل مختلف عن شغل عالي لأنه هو درامي بحت. وطبعا كواليس العمل كانت ممتعة عشان أنا بشتغل مع مخرج يعني بيفهم الممثل، بيخليك تشتغل وانت مرتاح، اللي هو أستاذ محمد حمائي. برضو كواليس ممتعة جدا بس بطريقة تانية خالص، يعني ده احنا بنهزر قدام الكاميرا وورا الكاميرا. فيفي عبده من اكتر الناس الممتعة في الشغلانة، يعني بجد هي دمها خفيف قوي جدا وعفوية جدا، واستحالة تقف قدامها ما تضحكش او تبتسم، يعني لو ما ضحكتش هتبتسم. فتجربة لذيذة جدا جدا جدا. شيرين رضا من ألطف الشخصيات اللي ممكن تقابلهم، والمريحة قوي في الشغل يعني. وطبعا في توليفة لطيفة جدا من الشباب اللي بنشتغل مع بعض، اللي هم شباب المؤسسة، يعني والشخص اللي قدر يطلع بالفكرة دي أو التوليفة دي هو طبعا المخرج الجميل والمبدع مرقص عادل. الدراما المصرية التجربة يعني أول تجربة ليا في الدراما المصرية كانت في نسر الصعيد، وأنا بحس أن نسر الصعيد كان فتحت خير عليا مع الفنان طبعا محمد رمضان ومخرج ياسر سامي، واشتغلت مع ناس كتيرة بجد كنت مبسوطة في الجو العائلي اللي احنا اشتغلنا فيه، أستاذ عايدة رياض، أحمد خالد صالح. فبالنسبة لي نسر الصعيد في مكانة خاصة بالنسبة لي، لأنه دي الحاجة اللي خلتني أبتدي يعني أشتغل في مصر وأبقى متواجدة. عمتاً بحب أعمل أكسنت، يعني بحب أتكلم بلهجات وأعمل لكنة، وبحب ده مش بطريقة كوميدية خالص، يعني بحب أن أنا لو حد من تونس قاعد قدامي هحاول أتكلم زيه، لو حد من لبنان قدامي هحاول أتكلم زيه من غير ما أحس. دي حاجة. تاني حاجة، اللهجة المصرية هي أكتر اللهجات شيوعاً في الوطن العربي عشان الدراما المصرية والأفلام المصرية اللي احنا كلنا تربينا عليها، عادل إمام، يسرى، يحيى الفخراني، احنا كلنا كبرنا على الدراما المصرية. فهتلاقي ناس كتيرة قوي لو لهجة بلده مش مفهومة قوي أو الـ الشعوب التانية بتلاقي شوية صعوبة في الفهم، هتلاقيه بيقلب على المصري. نفسي أعمل البنت الشعبية، ما عملتش ده قوي، يعني نفسي أعمل الشخصية أو البنت الصعيدية. في حاجات كتيرة يعني لسه يعني ببتدي. بحب جوليا روبرتس جدا، يعني بعشقها، بحسها ممثلة جامدة جدا جدا. الوطن العربي طبعا سيدة الشاشة فاتن حمامة، طبعا عادل إمام يعني ده أكيد، يعني يحيى الفخراني،
والله كتير. هو انا للاسف بقالي كتير قوي 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 برا المغرب، فانا بعيده عن اجواء رمضان في المغرب، ودي حاجه مش لطيفه يعني، لان بجد رمضان في المغرب له طابع خاص، الاكل يعني حاجه تانية، فمش هقدر اقارن عشان بقالي شويه بعيده عن الاجواء اللطيفه دي. السفره مختلفه جدا. احنا في المغرب بنحب برضو، في المغرب في كذا بلد يعني كذا مدينه ليها طقوس، يعني فاهم قصدي، في اللي بيفطر اول حاجه لبن او الحليب وتمر، تصلي ترجع بعدين تقعد شويه بعدين تفطر بقى حريره وحاجات احنا بنسميها مسمن زي الفطير عندكم، بس هو محشي بحاجات، وبعدين تتعشى، يعني في كذا حاجه يعني، فبتقعد انت بتعملش حاجه غير انك تاكل يعني. في مصر لا، في مصر الناس، انا كنت متفاجئه فوجئت ان الناس بتفطر اكل، يعني هاكل اكل يعني رز وكده، فبس بقيت بعمل كده عادي جدا بالعكس. مفيش رز، لا فين الرز يا جماعه.